يا أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو نص من النصوص المقررة علينا هذا العام، وهو منابر من نور، لأن العدل أساس الملك، فالله سبحانه وتعالى سوف يصيب القاضي العادل والحاكم العادل منابر من نور يوم القيامة. تعالوا مع بعض نتناول الحديث بالشرح والتحليل والتدريبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نتعرف على المفردات الجديدة. المقسطين معناها العادلين، مفردها مقسط، يعدلون في حكمهم أي يحكمون بالعدل. أهليهم معناها أقاربهم. منابر من نور أي مقامات راقية ومنازل رفيعة القدر. عن يمين الرحمن في حالة طيبة ومنزلة رفيعة تقديرا لهم. ما ولوا ما كان تحت حكمه. نيجي بعد كده نستعرض مواطن الجمال. منابر من نور تشبيه لتلك المكانة العالية بالمنابر. كلتا يديه يمين إشارة إلى مدى التعظيم والتشريف الذي يحظى به الحكام العادلون يوم القيامة. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، تعبير جميل يفصل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع الحكام العادلين، فهم يحكمون في أهلهم وما كانوا تحت أيديهم من الرعية. نيجي بعد كده نستعرض ما أهم ما يرشد إليه هذا الحديث الشريف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحكام العادلين لهم ثواب كبير عند الله، إذ يجعلهم على منابر أو منازل عالية رفيعة مكافأة لهم عن حكمهم العادل في الدنيا، وقد عدلوا في حكمهم بين أهليهم وكل أمور دنياهم. نيجي بعد كده ناخد تدريب على هذا الدرس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف هات معنى المقسطين وجمع نور. المقسطين معناها العادلين، وجمع نور أنوار. إذا ما يرشدنا الحديث أجب بنفسك، لأن إحنا لسه قايلين الشرح بتاعه دلوقتي. جيم وضح الجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: منابر من نور، ده تشبيه لتلك المكانة العالية التي سوف ينالها الحكام العادلون يوم القيامة بالمنابر. ده اختر الإجابة الصحيحة. كلمة إن حرف يفيد إيه؟ إن المقسطين يفيد إن التوكيد ولا النفي ولا التعجب. تمام، التوكيد. مفرد منابر منبر. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.